احني بها في الجنه باقي. يا ربي يا ربي الحنين يا ربي. حيا طلعونا له لايف. واش طلعوا عندي بوتو 10 كيلو اليوم اللي قلت له عندي العرايس بزاف والعرسان. ان شاء الله ربي يقوي الزاد ويقوي الافراح ان شاء الله. وان شاء الله كامل 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 كون يخطبنا المحسنين ما نديروا والو. هذا هذه كامل من عند المحسنين. كاينه محسنه محسنه ربي يبارك لها ان شاء الله في مالها وفي اولادها. ونسال ربي سبحانه ان شاء الله ان يعطيها حتى يرضيها. كما راه يتفرح في العرايس اليتيمات ربي يفرحها ان شاء الله. طلعونا له لايف. نزلت نزلت طلع اللايف قبل وبعد. ها ها ان شاء الله ما يديقوتينيش. هاني نحيكم في ديك الروح ليه. هاني نطلع لكم في المورال راني لا توجور مع العرايس اليتيمات. ان شاء الله اليوم الخميس نحتسبوه ان شاء الله وقف لوجه الله مع العرايس اليتيمات. طلعونا له لايف. طلعوا لي وجه الله. اليوم رانا مع التصديرات مع العروس ان شاء الله. راحت فرحت بلا غو بلونش تاعها وبكيتنا وبكينا معها وفرحنا معها وداو القاطويت تاعهم. ودوك رانا مع التصديره باش نزيدو نذكركم العرايس اليتيمات رانا نمدو لهم قشهم كامل الجهاز تاعهم كامل. فيما يخص التصديرات تصديرات اللي ما نقدروش نمدوهم يجيبوهم لنا كيما نقولوا الاخوات والمحسنات والمحسنين. الحوايج ثقال ما نقدروش نمدوهم. الحوايج هذو يروحوا يتخبيو في الخزانه ثم نصدروا بهم العرايس اليتيمات. العرايس اليتيمات تصدر وحده وتقلب الاخرى والاخرى والاخرى ورايحه. ان شاء الله ان شاء الله نسالوا ربي في ميزان حسناتهم ان شاء الله. صحيتي هاجر بارك الله فيك. هذا وين جيتي يا بارك الله فيك. شوف من دارك بارك الله فيك اختي العزيزه. على قداه نسكروا العشوه اليوم نورمالمون دومي جورني نخدمو. راني على جال العرايس والعرسان راني قاعده نتم في العمل تاعي ان شاء الله. الاخت نسكر على ما على باليش على قداه والله ما على بالي حتى نخلص العرايس ونسكر ان شاء الله. اليوم ان شاء الله رانا ملي غو بلونش للقاطوات للتصديرات نبداو ان شاء الله على بركه الله. العرايس ثقال عفوا التصديرات ثقال هذو رانا ما نمدوهمش نمدوهم يصدروا يصدروا ويقلبوهم. الجهاز تاعهم راهو باين. القش اللي ما يقلبوهليش راهم يديوه وما يقلبوهليش. فيما يخص التصديرات نسلف ويقلبوا يصدروا بصح واش هي تحفيظ. هذه قندوره قسنطيني كلش جديده والله ما نسعى حاجه قديمه. وهذه ما تلبستش مره هذه جديده. واش تعجب طلعتها الفوق العروس واش عجبها حدرت تسمى تشوف هي واش تلبس واش تصدر. كيفاه قلت لكم شفت عجبني عطيتيني كثر خير وربي يجازيك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي وكثر خير والله المحسنات. انا قلت لكم بلا بهم هما رانا ما نقدروا نديروا والو. هذه قسنطيني اول تصديره. زيد الثانيه الثانيه هندي هام لي زاكسيسوار تاع الهنوده. هاي سقم سقم في السنتر يعني ما شاء الله لبسه روعه. ربي يبارك ان شاء الله في المحسنه بارك الله فيها. يا ولدي في السنتر عاوني انت عاوني في تصديرتك دور عاوني عاوني هز هذاك الشعر هكذاك العجيب. هذه لبسه هندي. استني استني سقمي منا سقمي سقمي هكذا كيما درنا لا غو بلونش. دوري فوالا صحيتي دور هكذا وهكذا رضا. ها هي اللبسه تاع الهندي راكم كنتو تشوفوا في لي زاكسيسوار تاعها. بارطاجيو 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 لو لايف طاقيو حبيباتكم. هذه اللبسه تاع بارطاجي وربي يجازيكم هاجر بارطاجي. هذه التصديره الثانيه. زيد دور
ها دور نصور الكوتي هذاك فوالا. ها هذه التصديره الثانيه تاع الهندي. روح زيد دير لا روب دو سواري موف 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 قبل. اين انتم؟ ليه حبستوا؟ ليه بارطاجيو هذه لا روب دو فيون ماشي دو فيون صاي هذه لا روب دو دو سواري. ها ثاني والله غير اول عروس راح تلبسها هي وكلش جديده. هذه التصديره الثالثه. هيا زيد تصديره الرابعه قبيلي بصح وشني لازم كيما يديوهم جدد يقلبوهم جدد. في هذه ما نسامحش لازم كلش كيما يديو جديد يقلبو جديد. هذه التصديره الرابعه قبيلي. كيفاه لي زاكسيسوار؟ لي زاكسيسوار تاع القبيل ما عنديش. لي تذكير اللي عندها والله عنده لي زاكسيسوار قبيلي يجيب لنا باش نصدروا بهم بنيتنا. هاي طليندا معذره جيت ابيل راح اللايف. التصديره الرابعه نزيد نذكر اللي عندها لي زاكسيسوار تاع القبيل تجيب لي ما عنديش باش يصدروا بهم بنيتنا. لي زاكسيسوار تاع لي روب بلونش ثاني ما عنديش بزاف. اللي عنده والله اللي عندها يجيب لنا يعاوننا بهم. هذه لبسه قبيل. زيد التصديره الخامسه لمساني. التصديره الخامسه لمساني صافي خمس تصديرات والبركه. هذه لبسه تلمساني تصديره ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي دوفون لاغيير ربي يجازيك ان شاء الله. نشكر جميع يعني جزيل الشكر المحسنين والمحسنات ربي يجازيكم ربي ان شاء الله. هذه الفرحه ربي يفرحكم ان شاء الله كما حلتوا في وجوهنا بربي يسهل هاني يسمعوا فيكم ان شاء الله المحسنين. وفرحه اليتيم راهي عند ربي غاليه بزاف ان شاء الله. دعوتها ما تحبش ان شاء الله ما تحبش سي نورمال سورتو في المحسنين. والطاير هذا تخرج فيه من عند الحفافه. هذا ثاني جيب ودوري دورينا هز هذا تخرج فيه من عند الحفيفة. هذا تديه هذا ما نسلفوهش مع القش اللي ديتو. جهزناها من كلش العروس هذه جهزناها من كلش. بلوس دو موديل جاتو بلوس تصديرة بلوس لغون بلانش. تسمى العروس هذه هي هذه كيما نقولوا المناب تاعها في الجمعية جمعية بشرى أم الأيتام لمرضى السرطان وأم العرائس اليتيمات. عجبوك لي زاكسيسوار هاجر؟ هاني نمغل فيك. هاي هاي غيري يا هاجر مليحة. هذه محسنة وحبت تفرح العرايس اليتيمات جابت لنا لي زاكسيسوار هذو. وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعها هي. والامانه باذن الله راهي مخبيه راهي قلت لكم دائما راهي في يد ربي قبل يدي انا. وراني مخبيتها جبتها لي بريسك عندها 2 قبل الكورونا الامانه هذه. والامانه راهي مخبيه مام هذه التصديرات كامل بريس عنده 2 عندهم 2. وان شاء الله راهم في الحفظ والصون وراني مخبيتهم كيما قشي انا نحتفظ بالامانه باذن الله. وان شاء الله دمتم عونا وسندا للعرائس اليتيمات للمرضى للايتام لمرضى السرطان. وان شاء الله مع الجديد دمتم